تحية طيبة لمشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى أخبار الواحدة وهذه العناوين. ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية، وزير الشؤون الخارجية يشارك في مراسم أحياء ذكرى 30 لمجازر الإبادة الجماعية في العاصمة الرواندية كيغالي. افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير تشيد بالحركية الدؤوبة التي تشهدها الجزائر في مختلف المجالات وعلى المستويين الداخلي والخارجي قبيل الانتخابات الرئاسية المسبقة سبتمبر المقبل. أزيد من 600 مسافر من أبناء الجالية الوطنية بالخارج يصلون اليوم إلى أرض الوطن عبر ميناء الجزائر وسط تسهيلات جمركية وإدارية. محطة تصفية المياه المستعملة بأحدث التجهيزات والتقنيات من روافد الإنتاج الفلاحي بورغلا. وفلاحو إنصال حلفتية يخوضون تجربة زراعة البقوليات الجافة بنجاح. اختتام البرنامج المسابقاتي الرمضاني للتلفزيون الجزائري حاد الأرواح في طبعته التاسعة بتكريم أشدى الأصوات إنشادا. مرحبا بكم إلى تفاصيل واحدة اليوم. بداية، وممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية، شارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بالعاصمة الرواندية كيغالي في مراسم أحياء الذكرى 30 لمجازر الإبادة الجماعية التي شهدتها جمهورية رواندا الشقيقة عام 94-900. مشاركة عطاف في مراسم أحياء هذه الذكرى تعد فرصة لتجديد تضامن الجزائر الدائم مع جمهورية رواندا وتأكيد ضرورة إعلاء الدروس المستقاة من التجربة الأليمة التي مر بها هذا البلد الشقيق في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كما كانت لوزير الشؤون الخارجية لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه على هامش مراسم هذه التظاهرة. في افتتاحية العدد الأخير من مجلة الجيش المعنون بي تعزيز متواصل لمكاسب غير مسبوقة، أكد أن الجزائر اليوم واحة للأمن والسكينة رغم كل المحاولات اليائسة لاستهداف انسجامها ووحدتها، وذلك بفضل وعي الشعب الجزائري وثقته في مؤسساته وفي جيشه الوطني الشعبي. هذه الظروف التي تستوجب مثل ما أكده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في رسالته بمناسبة عيد النصر شهر مارس الفارط، تكاثف جهود الجميع لرص الصفوف وتقوية الجبهات الداخلية وتستدعي ترتيب الأولويات من منظور وطني استراتيجي ومن منطلق ضرورة الاطلاع بالمسؤوليات على أكمل وجه إزاء التحديات التي تواجه بلادنا. كما جاء في افتتاحية مجلة الجيش أن الجزائر تستعد بعد 5 أشهر وبالضبط شهر سبتمبر المقبل لتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في ظل حركية دؤوبة في مختلف المجالات وعلى المستويين الداخلي والخارجي. فداخليا تعمل الجزائر بوتيرة متسارعة على رفع مختلف التحديات التي تواجهها تعزيزا لسيادتها الوطنية واستقلالية قرارها السيد، وليس من المبالغة في شيء القول إن الجزائر الجديدة في طريقها لكسب الرهان الاقتصادي، طالما أن العديد من المؤشرات تثبت أنها تسير على النهج السليم الذي سيمكنها من تحقيق نتائج جيدة وفي مستوى تطلعات المواطنين، وهو ما أكده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في الرسالة نفسها من خلال السعي الدائم والصارم للوصول باقتصادنا الوطني إلى مستويات النجاعة والتنافسية وبالعمل على صون الطابع الاجتماعي للدولة من خلال التعزيز المتواصل للمكاسب غير المسبوقة المحققة على أوسع نطاق لضمان العيش الكريم وحفظ كرامة المواطن.
أما خارجيا فتواصل بلادنا تسجيل حضورها القوي على المستوى الدولي كقوة سلام واستقرار من خلال دعواتها المستمرة لإحلال السلام في كافة ربوع المعمورة ومساندة القضايا العادلة في العالم، وخاصة القضيتان الفلسطينية والصحراوية. وفي هذا الصدد أثمرت جهود الجزائر اعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة يوم 25 مارس الماضي قرارا يقضي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وذلك بمبادرة منها تبناها باقي الأعضاء المنتخبين، حيث يعد هذا القرار التاريخي سابقة في عمل مجلس الأمن، ويعكس حنكة الدبلوماسية الجزائرية وتمكنها من دواليب العمل في أروقة الأمم المتحدة، خاصة منذ بداية عهدتها كعضو غير دائم في المجلس. كما اعتبرت مجلة الجيش في ختام الافتتاحية أن الجزائر لا يمكنها إلا أن تكون قوية بشعبها ومؤسساتها، آمنة بجيشها الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، حصن الجزائر الحصين الذي يواصل أبناؤه اليوم صون الوديعة وحفظ الأمانة بكل عزيمة وتفان. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الإدارية والجمركية لفائدة أبناء جاليتنا بالخارج مع الاستفادة من تخفيضات في الأسعار، وصل اليوم إلى أرض الوطن أزيد من 620 مسافرا من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج قادمين من مرسيليا الفرنسية على متن باخرة التسهيلي 2 وباخرة الجزائر 2 وباخرة الأريادني المستأجرة من أجل قضاء عطلة عيد الفطر المبارك وسط الأهل والأقارب. العملية وسخرت لها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين 3 سفن بكامل طاقتها الاستيعابية، وذلك بهدف جلب أكبر عدد من المغتربين لقضاء عطلة العيد بأرض الوطن. وللمزيد من التفاصيل يلتحق بنا مباشرة من ميناء الجزائر الزميل عبد السلام حباس. عبد السلام، حدثنا إذن عن أجواء عودة ريث. طيب أسألك عبد السلام، حدثنا عن أجواء عودة الجالية الوطنية إلى أرض الوطن، وطبعا عن الإجراءات المتخذة من أجل تسهيل دخولهم إلى أرض الوطن. تفضل عبد السلام. نعم زميلتي، نعم نحن هنا مباشرة من ميناء الجزائر، أين تم رصو السفينة الأولى التي كانت من بين 3 سفن التي تم رصدها أو تسخيرها من طرف السلطات العليا للبلاد قصد تمكين أكبر عدد من أفراد الجالية الجزائرية لقضاء العيد مع أفراد العائلة. المزيد من المعلومات سنسعد باستضافة المفتش الرئيسي لفحص المسافرين لجمارك الجزائر السيد بريك السعيد. سيدي، هل يمكن أن تعطينا معلومات حول هذه الرحلات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مع قدوم عيد الفطر المبارك يشهد ميناء الجزائر حركية كبيرة للمسافرين، بحيث اليوم وصول باخرتين متتاليتين، باخرة أريادني وباخرة تاسيلي دو، وعلى متنهما 678 سيارة و 935 مسافر. نحن إدارة الجمارك وتنفيذ لتعليمات السلطة السلمية وفرنا عدة تسهيلات، وذلك باستغلال جميع المنشآت المتاحة، بحيث تم فتح 3 نهائيات للسيارات، وذلك لضمان يعني معالجة السيارات في هذه السيارات في أقرب وقت ممكن. كما أسدينا تعليمات الإعوان لإعطاء أولوية للعائلات وكبار السن والمرضى. شكرا لك سيدي. إذا هذه الإمكانيات حتى الجالية التي قدمت من مرسيليا إلى الجزائر أبدت ارتياحها وفرحتها بكل التسهيلات التي قدمتها، خاصة التخفيضات التي كانت في تذاكر التي قدمت إلى الجزائر. هذا ما لدينا، المزيد من التفاصيل سنوافيكم بها في المواعيد الإخبارية اللاحقة.
وهو كذلك عبد السلام حباس من ميناء الجزائر، كنت معنا مباشرة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل ولضيفك الكريم طبعا، ونتمنى قضاء عطلة عيد الفطر المبارك رفقة العائلة لكل جاليتنا القادمة من مختلف أنحاء العالم. إذن وتحسبا لعيد الفطر المبارك، حركية نشطة تشهدها محلات بيع الملابس بعين الرقابات والأذواق لدى العائلات، بين من يفضل الأزياء التقليدية ومن تستهويه الملابس العصرية. وهبة علالي تبعت لنا هذا الموضوع. في آخر أنفاس الشهر الفضيل ينبض قلب مدينة عين تيموشنت بالحيوية والنشاط. هنا تعرف المحلات حركة دؤوبة للمواطنين الباحثين عن اقتناء ملابس العيد. جبت الأطفال نشوف لهم ملابس العيد، كيعرف الفرحة كي دايرة تاع الأطفال، فرحة ما تتصورش. قش مليح، حاجة مليحة، وكل واحد على المقدور تاعو، كاين اللي يقدر يشري وكاين اللي يحوس على حاجه كاليتي مليحه، ثاني كاين اللي يقدر على حاجه مليحه. كاع الناس يعني تعيد ان شاء الله بحول الله. نحضروا العيد المبارك، تشرو قاش وكاع كما راكم تشوفوا كل عام التحضيرات والعيد المبارك، هذه باش نفرحوا بالعيد ونحسوا باللي عيدنا وكاع. الإقبال على شراء الألبسة التقليدية الجزائرية الأصيلة بلغ ذروته هنا. شباب وكبار يفضلون التزين بهذا الزي التقليدي في العيد. إقبال كبير على الأقمصة واللباس التقليدي، وهذه من التراث تاعنا والتقاليد تاعنا، وحنا ماذا بينا الأطفال تاعنا نلبسوهم هذا اللباس التقليدي باش تكون عندهم نظرة تاريخية وما ينسوش العادات والتقاليد تاعنا. حبيت نشري روحي ثاني جلابة هنايا ولا كشب دعية شابة باش نمشيو نزورو لا فامي، نمشيو عند الحباب. الناس دير تحضيرات، كان اللي يشري يعني الألبسة التقليدية منها الأقمصة يعني واللباس التقليدي، أنا أفضل اللباس الجزائري. باغي يعني شي بدعية ونشي جلابة والصابو والخمار باش نعيد، نروح لافامي ونروح نغافر العيد كاع، تعيدوا بخير إن شاء الله. يتعيدوا وتعاودوا. عيد الفطر مناسبة لارتداء لباس يحرص الجزائريون على اختياره أنيقا وتقليديا عاكسا لثقافتنا العريقة. وبغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تعكف المذابح العمومية والخاصة بولاية بتنا على توفير اللحوم الحمراء والبيضاء بأسعار تنافسية ومقننة، يقول يونس الكالديب. ما يزيد عن 1000 رأس يوميا هي طاقة استيعاب هذا المذبح الخاص بالولاية المنتدبة بريكا، مذبح يمون 5 ولايات شرق البلاد باللحوم الحمراء. الحمد لله راه درك كما راكم تشوفوا اللحم راه متوفر، ونجيبوا فيه حي ونذبحوا فيه هنايا، ورانا نسربيو فيه يعني بالسعر اللي حداته الدوله. وبالمذبحة الصناعية للدواجن بباتنا نقطة بيع تضمن الأسعار التنافسية ووفرة المنتوج، خاصة أيام عيد الفطر المبارك وما تبقى من أيام الشهر الفضيل. رحمة ربي، الأسعار رخيصة والحمد لله أخويا، لا بس ما في الكبدة حاجة مليحة أخويا، سلعة ربي يبارك صح. جودة ما شاء الله، وراهم مقصودين تسمى سلعة الله يبارك ما شاء الله، والوفق الأسعار في متناول الجميع. وإحنا بصيفتنا كز إنسان زواري هذه البلاصة يجي نجيبه منها. العملية هذه عملية هامة وهامة جدا، إحنا نعملوا على توفير هذه المادة الأساسية لا سيما منها اللحوم سواء كانت بيضاء أو حمراء. وين الولاية تاعنا فيما يخص اللحوم البيضاء تعتبر من الولاية الرائدة، فيما يخص اللحوم الحمراء كان عندنا نقص. اليوم هذا المستثمر اللي قام بإنجاز هذا المركب للذبح على مستوى ولاية المنتدبة باريكا ودخل في عملية استيراد اللحوم. إجراءات ونقاط بيع للحوم البيضاء والحمراء بولاية باتنا سمحت بالوفرة والتحكم في الأسعار خلال شهر رمضان. وحماية لصحة المستهلك في آخر أيام شهر رمضان المبارك، خرجات ميدانية لأعوان الرقابة وقمع الغش بولاية تجرت إلى محلات بيع اللحوم لمعاينة مدى مطابقتها لمعايير النظافة والجودة. المتابعة لنائلة خليفة.
منذ الأيام الأولى من الشهر الفضيل تميزت محلات وأسواق ولاية تجرت بالمراقبة الدورية من طرف أعوان المراقبة بمديرية التجارة، وخاصة منها مراقبة اللحوم المحلية والمستوردة. ونشوفوا السيرتيفيكا إذا كانها مطابقة ولا لا، بما أنه خاصة في اللحوم البيضاء نشوف المنتجات هذه مليحة ولا لا، جودة تاعها مع مطابقة للمعايير الصحية، وبالنسبة للتبريد سلسلة التبريد نركز عليها هي الأكثر. الإقبال كان كبيرا من طرف المواطنين، خاصة مع مراعاة في المحلات التجارية لبيع اللحوم. والله الكاميرا الحمد لله، كيف هنشوفوا نوعية اللحم يا ودي ما شاء الله، خاصة المحلي، وهذا اللي زاد على امبورطاسيون راه ما شاء الله، والسوام على متناول الجميع، ومن ناحية النظافة الله يبارك ما شاء الله. هذه المصالح نتاعنا يوميا تقوم بمعاينات ميدانية سواء على تجار التجزئة وكذا تجار الجملة، ومراعاة مدى المخزونات المتوفرة. وتبقى الوقاية ركيزة أساسية لتجنب الكثير من الأمراض والمخاطر. في موضوع آخر، وفي قطاع الموارد المائية تعتمد محطة تصفية المياه المستعملة بولاية ورقلة على نظام أحواض التهوية لإزالة كافة الترسبات باستخدام تقنيات عصرية وتجهيزات حديثة في سبيل دعم الإنتاج الفلاحي بالولاية. تقول سمية مزور. محطات تصفية المياه المستعملة بورقلة تسير وفق سلسلة متناسقة لضمان إزالة كافة الأشكال العضوية وغيرها. يوجد ثلاث محطات للتصفية في ولاية ورقلة، يتم معالجة حوالي 42275 متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة. مجموع 418,165 مكعب سكاني لهذه المحطات. أما المحطات التي قيد الإنجاز، يوجد عندنا محطة تصفية بحاسي مسعود ومحطة تصفية بحاسي بن عبد الله. محطة سيدي خويل تعالج المياه المستعملة بطريقة تتماشى مع البيئة عبر نظام الأحواض، وتمر العملية على عدة مراحل. معالجة ثانوية أي ثلاث مو بيولوجيك، معالجة طبيعية اللي تكون للمياه اللي تتم في الأحواض. قوموا باستخراج الأوحال من المياه من الأحواض هذه تاعنا، من بعد الاستخراج الأوحال هذه تكون كاينة فيها عملية تاع تحاليل اللي باش نعرفوا الاستعمال تاع الأوحال هذيك في المستقبل ان شاء الله لوين يكون. نديروا لي زاناليز بوغ فيغ ولا بوغ فوار لو روندمون تاعنا، اسكو لا ستيب تاعنا الماء تاعها كي تدخل من اللي يدخل ويخرج اسكو صارت فيه تصفية ولا لا. تصفية المياه المستعملة وتطهيرها تمكن من إعادة استغلالها من جديد لضمان بيئة نظيفة والحفاظ على صحة المواطن. والإنتاج الفلاحي بولاية إن صالح الفتية يشهد انتعاشا ملحوظا لا سيما بعد خوض تجربة زراعة البقوليات الجافة، وذلك ضمن المساعي الاستراتيجية لتوسيع المساحات المزروعة بالجنوب. أحمد بن مسعود. ولاية عين صالح فلاحية بامتياز بعد النتائج الإيجابية المحققة في العديد من المحاصيل الزراعية، وهذا بفضل عوامل الإنتاج المتوفرة من أراضي شاسعة ومياه جوفية متبوعة بوجود إرادة قوية لدى المزارعين. تجربة جديدة يخوضها المزارع الحاج إبراهيم في إنتاج البقوليات هنا بمحيط جقور الفلاحي رغم قساوة الطبيعة، فكانت النتيجة. ديت الخبرة لا من اليوتيوب، قالوا يديروا 60 سنتيم ويحرشوه على 10 سنتيم، حرشوه هكا وصلح وضم البعض وبعض، والحمد لله دار بين نتيجة. أكلينا منه وقع أكلينا منه مرات، ورانا نستناو الحصاد نتاعو إن شاء الله يكمل ونحصدوه ونشوفوا شحال يجيب النتيجة. جهود حثيثة تبذلها المصالح الفلاحية من خلال دعم ومرافقة الفلاحين وتشجيعهم على الاستثمار في الزراعة الاستراتيجية، خطوة مهمة للنهوض بالقطاع الفلاحي لهذه الولاية. إذا الأعوان تعنا مرشدي الفلاحيين ومفتشي الصحة النباتية راهم يرافقوا في الفلاح هنايا من أجل تسجيل هذا البرنامج، ويعطوه في الإرشادات والتعليمات والتوضيحات من أجل إنجاح العملية. وراكم تشوفوا مع هنايا اليوم راه عندنا محصول الحمص وعندنا محصول العدس اللي راهو لاحظنا يعني اللي سجلنا وين سجلنا نجاح باهر للتجربة هذه، وإن شاء الله العام الجاي رايحين نوسعوا هذا الزراعة لهذا المحصول الاستراتيجي. هذا بينا يقضى بالصندوق في إطار التأمين، تأمين المحاصيل نتاعو
تشجيع هذه التجارب الناجحة وترقية زراعة البقوليات الواسعة الاستهلاك استراتيجية كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد. لدى نزوله ضيفا على برنامج هذا الصباح، أكد المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات سمير فرحات أن استراتيجية تطوير الصيدلية المركزية مرهون بمدى تكثيف جهود استعمال أنظمة الرقمنة. الأشهر الماضية مكنتنا باش نحقوا قفزة فيما يخص المخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات اللي الحق اللي سجل رقم 38 مليار دينار جزائري في مارس المنصارم، تطور لا بأس به بالنسبة للكمية والتغطية كذلك باش نوفر الأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى المؤسسات الصحية. هذا الرقمنة راح الرقمنة خاصة الذكاء الإلكتروني راح يمكننا باش تحليل المعطيات اللي رانا نحقوا فيها من خلال سنة طلبيات الإلكتروني، وكذلك وضع خطة اتصال استباقية من أجل التنبؤ بكل ما قد يحدث خاصة على مستوى سواء المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي. تمكنت مصالح والحماية المدنية في الساعة الأولى من صباح اليوم من إخماد حريق شب ليلة أمس بمستودع لتخزين داخل مصنع للأجهزة الكهرومنزلية بالمنطقة الصناعية البوني بولاية عنابة، أسفر عن إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية، تم إسعافه ونقله إلى المستشفى. هذا وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية 17 شاحنة تدخل وخمس سيارات إسعاف وشاحنة سلم ميكانيكي. تمثلت هذه الإسعافات في 17 شاحنة إطفاء، 4 سيارات إسعاف، و 71 عون بمختلف الرتب. الحريق هذا شب على مستوى مستودع للمواد الإلكترونية والمواد الكهرومنزلية، المواد الأولية لصناعة هذه المواد وكذلك بعض المواد المصنعة النهائية كما نقولوا النهائية. حاليا تم إخماد الحريق، احنا حاليا في عملية الحراسة، الحمد لله انه ما كانش ضحايا بشرية، هذا الشيء الإيجابي. في مستجدات الوضع بفلسطين المحتلة استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين فجر اليوم في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي صهيوني على مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف نفذته مدفعية الاحتلال على مناطق واسعة وسط القطاع، وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الصهيوني إلى أكثر من 33,175 شهيدا وما يفوق 75,886 جريحا. إلى ذلك دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إلى وقف إطلاق النار في غزة الآن، ووصفت حجم وتيرة الدمار بالقطف القطاعي بالصادم، وأشارت إلى أن العدوان الصهيوني المتواصل منذ أكتوبر الماضي أدى إلى استشهاد أكثر من 13,000 طفل. هذا وتمكنت المقاومة الفلسطينية من قتل عدد من الجنود الصهاينة وإصابة آخرين خلال معارك ضارية بمنطقة الزنا في خان يونس جنوبي قطاع غزة. في سياق آخر، من المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي غدا جلسة مغلقة لمناقشة عضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة. وبخصوص الوضع الإنساني في غزة، نقل لنا مراسل التلفزيون الجزائري وسام أبو زيد جانبا من معاناة النازحين الفلسطينيين على الأرصفة والطرقات في رفح، نتابع. نحن الآن في أحد شوارع مدينة رفح جنوبي القطاع التي تمتلئ بالنازحين. هنا في هذا الشارع عشرات العائلات الفلسطينية تفترش الأرض وتلتحف السماء وتحاول بأقل الإمكانيات أن تعيش في شهر رمضان الكريم. سنحاول أن نسلط الضوء على هذه العائلات الفلسطينية التي تنزح هنا في مدينة رفح. والله عايشين على الرصيف، هنا عايشين زي ما أنت شايف على الرصيف، الحمد لله رب العالمين.
أول رمضان الحمد لله لا يوجد شيء عندنا، لا يوجد شيء يعني ولا حاجة، لا مقومات الحياة مش موجودة، فيش حياة أصلا، ميتين احنا مش عايشين. هذه هي الخيمة التي تأوي 4 عائلات فلسطينية في شهر رمضان، كلهم يحاولون توفير بعض الاحتياجات الأساسية في شهر رمضان الكريم، ورغم حرارة الأجواء في هذه الأيام لكنهم يحاولون أن يعيشون الشهر الكريم بكل تفاصيله في ساعات الإفطار أو ساعات السحور. والله ظروف قاسية كتير، بنعاني إحنا من الوضع اللي بنعيشه، أول هام الدنيا شوب والخيمة نار زي ما أنت شايف، وبنعاني فيش غاز عنا، بنقعد نشتغل على النار، والله عينك والله في الشارع طبيخ والعجين والغسيل. ظروف ايش صعبة جدا، مش زي دار وهويات وكونديشن وتقعد، اليوم انت على الرصيف قاعد ايش؟ حتى 4 مرات انا عيالي ودينا على المستشفى من كثر الضغط النفسي، 4 مرات ضغط نفسي، ما فيش مقومات حياة بالمرة، ولا غاز ولا غرب البين، ايش بدك تسوي؟ نازل هذه العائلات الفلسطينية قد تدمرت في المناطق الشمالية وجاءوا إلى عدة أماكن منها الوسطى، ومن ثم جاءوا إلى مدينة رفح هنا أقصى جنوبي القطاع للمحاولة على الحفاظ على أرواح ما تبقى من هذه العائلات الفلسطينية، ولكن الاحتلال يحاول دائما يعني فرض ويجبر هذه العائلات قسرا على النزوح، وهو ما يجبر وما يحاوله مؤخرا بالقصف بمدينة رفح بشكل مكثف، وهو ما يخيف هذه العائلة الفلسطينية أن تعود مرة أخرى إلى المناطق الوسطى أو مناطق الشمال. وسام أبو زيد، غزة، فلسطين. في أخبار الرياضة، ولحساب إياب الدور الربعي النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، يواجه سهرة اليوم اتحاد العاصمة ضيفه نادي ريفيرز يونايتد النيجيري بملعب 5 جويليا الأولمبي، فحظ موفق لممثل الجزائر في هذه المنافسة. وفي كرة القدم المحلية، واستكمالا للجولة 22 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، فاز سهرة أمس شباب قسنطينة على حساب نادي بارادو بنتيجة 2-1، فيما تغلب فريق نجم بن عكنون على ضيفه اتحاد خرشلة بنتيجة 3-2. أسدل الستار سهرة أمس على فعالية الطبعة 9 للمسابقة الإنشادية حاد الأرواح المنظمة من طرف قناة القرآن الكريم للمؤسسة العمومية للتلفزيون، حيث توج الفائزون بقيم مالية معتبرة. حفل الختام احتضنه المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال برعاية مؤسسة اتصالات الجزائر. المزيد مع وهيبة مزوج. أصوات مميزة وحناجر ذهبية تصدح بالإنشاد الديني والفن الملتزم. المتسابقون أبدعوا في أدائهم للنشيد الديني للظفر بالمرتبة الأولى التي كانت من نصيب ابن ولاية المسيلة حمزة مخيش. الحمد لله، هذا فضل من الله، فضل من الله ودعاء الوالدين. الحمد لله، الحمد لله حصلت على مرتبة ثانية على المستوى الوطني. إن شاء الله بإذن الله المزيد من النجاحات والتوفيق إن شاء الله، ونهدي هذا الفوز إن شاء الله للوالدين إن شاء الله. نشكر برنامج حادي الأرواح وقناة القرآن الكريم والساهرين على هذا البرنامج جميعا، وتلفزيون الجزائر العمومي كذلك قناة القرآن الكريم جميعا، ربي يحفظكم. الأصوات التي استمعنا إليها فن راقي جدا، كلمة طيبة، نغم هادئ وراقي، ويعني يستطيع أن نصنفه في أرقى ما يمكن أن يكون في الفن الهادف الذي يخدم الكلمة ويخدم القيم ويخدم الوطن ويخدم رسول الله عليه الصلاة والسلام. تكوين وتأطير محكم لمدة شهر كامل من طرف أساتذة ومؤطرين أكفاء في مجال النشيد الديني. التلفزيون الجزائري يقدم يد المساعدة ويقدم هذا البساط الأخضر في درب الفنانين الشباب ليكونوا نجوما في المستقبل ان شاء الله. الشباب تاعنا برهنوا انهم عندهم قدرات كبيره وعاليه، وان شاء الله اتصالات الجزائر راهي بجانب كل هاد الشباب وترافقهم وترافق ايضا التلفزه الجزائريه. اشكر جزيلا الذين رافقونا وعملوا كل ما بفسعهم لانجاح هذا البرنامج صوتا وصوره. برنامج حادي الأرواح أصبح تقليداً راسخاً للحفاظ على الهوية الدينية والحضارية
للمجتمع الجزائري. وفي أجواء روحية ونفحات إيمانية أحيت المباركة بتكريم حفظة وقراء كتاب الله ضمن المسابقة الكبرى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم والتي عرفت مشاركة قياسية. يقول سعيد بلونيس: في شهر القرآن يكرم أهل الله وخاصته في البرايم الأخير من المسابقة الولائية لحفظ وتلاوة القرآن بسطيف. كل حملة القرآن الكريم هم فائزون، وأنهم مصطفون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. بخمس متنافسين من 274 متنافس، وعلي مروا على خمس برايمات على مستوى المسرح البلدي. زاوية سيدي حسن بولاية برج بوعريريج هي الأخرى لم تتخلف عن هذه المحطة الروحية لتكريم طلبتها، وخاصة أبناء الجالية الإفريقية من مرتاديها ومريديها، بالنظر للبعد الروحي الإفريقي الذي تحظى به الجزائر. من باب لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يسعنا في هذه اللحظة السعيدة المباركة إلا أن نتقدم أولا بالتهنئة للطلبة الذين أكملوا ختم القرآن الكريم، وكذلك الشكر إلى أسرة زاوية سيدي أحسن على هذه الاستضافة الطيبة. وكما دأبت زاوية سيدي حسن في مثل هذه السانحات، في مثل هذه المناسبات، أن تحييها بتكريم أهل الله وخاصته من حفظة كتاب الله عز وجل ومن مشايخهم. هذه الأجواء الروحية الرمضانية تنم عن أصالة هذا البلد وهويته ومرجعيته التي يفتخر بها أبناؤه. إذن وفي خبر وردنا الآن وكما تتابعون في الشريط الهام أسفل الشاشة، يترأس اليوم السيد عبد المجيد طبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون يتعلق بالأوقاف وعروضا تخص متابعة تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة، تحيين حظيرة الهواتف الذكية وأسد الأخضر تقييما وآفاقا. وسنعود بالتفصيل إلى مجريات الاجتماع مجلس الوزراء في نشرتنا اللاحقة. ختام نشرتنا وبقي التذكير بالعناوين: ممثلا شخصيا شؤون الخارجية يشارك في مراسم أحياء الذكرى 30 لمجازر الإبادة الجماعية في العاصمة الرواندية كيغالي. افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير تشيد بالحركية الدؤوبة التي تشهدها الجزائر في مختلف المجالات وعلى المستويين الداخلي والخارجي قبيل الانتخابات الرئاسية المسبقة سبتمبر المقبل. أزيد من 600 مسافر من أبناء الجالية الوطنية بالخارج يصلون اليوم إلى أرض الوطن عبر ميناء الجزائر وسط تسهيلات جمركية وإدارية. تابعنا في النشرة: محطة تصفية المياه المستعملة بأحدث التجهيزات والتقنيات من روافد الإنتاج الفلاحي بورقلة. وكذا فلاح إن صالح الفتية يخوضون تجربة زراعة البقوليات الجافة بنجاح. اختتام البرنامج المسابقتي الرمضاني للتلفزيون الجزائري حادي الأرواح في طبعته التاسعة بتكريم الأصوات الإنشادية الفائزة. ونحن دائما ختاما نشكر لكم كرم المتابعة والوفاء. أطيب المنى.